بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، دكتور الصحة العامة في علم الوقاية، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع طويل جدا عن فيروس كورونا. إن شاء الله راح نتكلم في عدة مواضيع داخل هذا الموضوع عن فيروس كورونا، مثل أعراض فيروس كورونا وفترة حضانة الفيروس وسرعة انتشار الفيروس ومدى خطورة فيروس كورونا على البشر بالتحديد ونسبة الوفاة من فيروس كورونا، وراح نتكلم أيضا عن طرق مكافحة فيروس كورونا والأساليب الضرورية للوقاية بشكل عام. وراح نتكلم إن شاء الله في موضوع مهم جدا في هذه المحاضرة عن العلاجات الفعالة ضد فيروس كورونا. وتنويه، طبعا حتى الآن لم يكتشف علاج فعال ضد فيروس كورونا، لكن في علاجات أخرى ممكن تخفف أعراض فيروس كورونا، تخفف الالتهابات التنفسية، تخفف درجة الحرارة، ممكن تخفض درجة الحرارة تخليها في المعدل الطبيعي أو تحت مستوى الخطورة، ممكن يعني تساعد الجسم في زيادة نسبة المناعة وتحفز المناعة. طبعا ممكن أكون أنا أول شخص يعرض هذه العلاجات اللي ممكن أنا واثق أنها تكون علاجات قد تخفف أعراض كورونا الحالي، لأنها علاجات نوعا ما قوية، وطبعا علاجات طبيعية من بذور وغيرها من المواد الطبيعية اللي راح أذكرها في نهاية المحاضرة. طبعا يحتاج إلى بحث كبير جدا قبل يتم استخلاص العلاجات أو الأدوية من هذه المواد الطبيعية، لكن للتنويه أن هذه العلاجات ممكن تخفف أعراض مرض كورونا. ومع حالات القلق الذي يعني سببها فيروس كورونا مؤخرا في كافة دول العالم، يعني من الضروري اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث يعني يوصي العلماء والخبراء في التخصص الصحة العامة وعلم الوقاية الفيروسية بالقيام بعدة أساليب يعني لكي يتجنب الفرد الإصابة بفيروس كورونا. وإن شاء الله راح نتكلم عن هذه طرق الوقاية والأساليب في نهاية المحاضرة قبل عرض العلاجات إن شاء الله. وراح نتكلم الآن عن ما هي الأعراض اللي ممكن تخرج على المريض المصاب، الأعراض المؤكدة على مريض كورونا أو مريض فيروس كورونا. طبعا يؤكد العلماء أن فيروس كورونا يحتاج إلى 5 أيام في المتوسط لتظهر أعراض متوسطة، مثل الحمى. قد تخرج يعني نوع من أنواع الحمى المصابين فيروس كورونا، طبعا تختلف درجات الحرارة على حسب مقاومة الجسم لفيروس كورونا. طبعا تتبع الحرارة، تتبع ارتفاع في درجات الحرارة نوع من أنواع السعال الجاف، وتتطور الحالة بعد أسبوع تقريبا من 7 أيام إلى 8 أيام. بعد مرور 8 أيام يشعر المصاب بضيق في التنفس، مما يستدعي إلى العلاج المباشر في المستشفى. وغالبا يعني تخرج أعراض بسيطة في البداية، بعدها تتطور بعد مرور الأيام، مثل السعال الجاف، ولكن في تنويه بسيط عن السعال، في اختلاف بسيط عن الإنفلونزا العادية والإنفلونزا
الشديدة وفيروس كورونا، طبعا في حالات قد تخرج معها نوع من أنواع البلغم، هذه في الإنفلونزات العادية أو المتوسطة أو الشديدة. وأما في فيروس كورونا قد يخرج سعال جاف بدون بلغم. أغلب الحالات تم فحصها واكتشاف أن المريض لا يخرج معه سعال جاف، عفوا سعال ببلغم، إلا إذا كان البلغم مصاحب ويكون من مرض آخر. طبعا ونادرا يعني ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان أو مخاط من الأنف، كما أن ظهور هذه الأعراض لا يعني لا تعني بالضرورة أنك يعني مصاب بالمرض. طبعا لأنها تشبه أعراض أنواع أخرى من الفيروسات مثل يعني نزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروسات أخرى تشبه أعراض فيروس كورونا. طبعا يمكن أن يسبب فيروس كورونا في حالات يعني في الحالات المتقدمة أو الإصابات الشديدة بالتهابات رئوية، وغالبا يعني يصاب المريض يعني متلازمات أو متلازمة واحدة رئوية حادة، ممكن تسبب التهابات داخل الرئة بسبب الفيروس، وغالبا بعدما ينتشر الالتهاب في الرئة يسبب قصور في عدة وظائف أو وظيفة واحدة من أعضاء الجسم. وممكن تكون الخطورة على حسب القصور المتواجد في الجسم. فيروس كورونا ممكن يسبب قصور في الكلى، قصور في القلب، قصور في الرئة، قصور في الدماغ، قصور في النخاع الشوكي، يعني ممكن يسبب مختلف قصور في الوظائف العامة الحيوية الجسمية. وأغلب حالات الوفاة تحدث بسبب القصور الذي يحدث في الأعضاء الجسم مثل القلب والرئة والكلى وغيرها من الأعضاء. وطبعا يعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض يعني مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب والضغط وأمراض السرطان مثلا هم أكثر العرضة للإصابة بفيروس كورونا لأن مناعتهم قليلة جدا. طبعا تستمر فترة حضانة الفيروس ما بين الإصابة وظهور الأعراض حوالي تقريبا من أسبوع إلى 14 يوم. وطبعا هذه المعلومة من منظمة الصحة العالمية بعد ما عملوا أبحاث كثيرة جدا على المرضى اكتشفوا أن الأعراض قد تخرج مدى حوالي أسبوعين 14 يوم، ولكن بعض الباحثين يقولون أن هذه الفترة قد تستمر حوالي تقريبا 24 يوم بشكل أقصى تقريبا. وينصح الباحثون الأشخاص الذين يعني يمكن أن ينقلوا العدوى سواء كانت لديهم أعراض أو لا بنوع من أنواع العزل، لأن عندما يعزل نفسه ممكن يقي من عدة أمراض، أولها فيروسات يعني أولها الفيروسات أو البكتيريا، الأمراض البكتيرية، أمراض يعني الفيروسية وغيرها من الأمراض، ومنها يعني مرض كورونا. فيروس كورونا ممكن يعني يتعالج المريض منه إذا كانت مناعته مرتفعة
يمكن يتعالج منه بدون علاجات. طبعا يتميز هذا الفيروس بسرعة في الانتشار، وغالبا يتم الإبلاغ يوميا عن مئات الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم. وأنا أنصح يعني بالعزل المؤقت لمدة أسبوعين لجميع السكان الموجودة في الدول التي انتشرت فيها هذه الأمراض. ومع سرعة انتشار البرد والإنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول. يعني لو يتحول فصل الشتاء إلى فصل الصيف ممكن يقضي على فيروس كورونا، حيث أن فيروس كورونا ممكن ما يتحمل الحرارة العالية جدا. يمكن يعني الوقاية من فيروس كورونا عندما تفعل الإجازات المدرسية، وأن تحد كذلك من انتشار فيروس كورونا، حيث أنه يتم عزل جميع المرضى عن الحالات الغير مصابة. وإن شاء الله راح نتكلم في القسم الثالث عن مدى خطورة الفيروس، وهل ستتحسن الحالة الصحية لشخص مصاب بهذا الفيروس في المستقبل ولا لا. طبعا تقول منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات وبحوث مؤكدة أن 4 من كل 5 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط وبسيطة، حيث أن 80% من مصابين بأعراض فيروس كورونا تكون أعراض بسيطة وطفيفة وقابلة للشفاء. طبعا لكن تحتاج إلى دراسات أكثر في هذا المجال. وطبعا 14% من المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض قوية جدا، حيث أنهم يكونون ممكن مصابين بعدة أمراض في الجهاز التنفسي أو غيرها في الجسم. وأيضا أن 6% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تكون في حالة خطيرة جدا. وغالبا هذا المستوى يكون مصابة بالتهابات رئوية حادة في الجهاز، يعني في الجهاز التنفسي، أو عندهم قصور في أحد الأعضاء في الجسم مثل الكلى أو القلب أو الرئة أو الأعضاء الباقية في الجسم. وأيضا قد تختلف نسبة الوفيات، ومن نسبة تقريبا حوالي من 1% إلى 3%. وطبعا نسبة الوفيات لم يتم تأكيدها حتى الآن، حيث أنها في دول تختلف نسبة الوفيات ومدى انتشار هذا الفيروس ومدى مقاومة جسم الإنسان لهذا الفيروس. طبعا في فيروسات أقوى منا بكثير جدا، لكن هذا الفيروس يتميز بسرعة الانتشار وسرعة انتقال العدوى من شخص إلى شخص. ولكن في فيروسات قوية جدا مثل أنواع من فيروسات الإنفلونزا قد تقتل في السنة تقريبا 650,000 شخص. طبعا فيروس كورونا حتى الآن الوفيات في الصين حوالي من 4,000 إلى 3,500. وطبعا الموضوع يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا في هذه النسب،
حتى لو كان يعني نسب خرجت من بحوث خاصة ومعينة لجهات معينة، يحتاج إلى دراسات مستمرة، حيث أن هذا الموضوع فيه تحديث وإحصائي كبير جدا في هذا المجال. إن شاء الله راح نتكلم عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وأنا أنصح بغسل اليدين بنسبة كبيرة جدا لجميع المصابين بهذا المرض، سواء كانوا مصابين بفيروس كورونا أو مصابين فلوانزا عادية تشبه أعراض فيروس كورونا للوقاية. وطبعا غسل اليدين من أهم الطرق الوقائية المثبتة علميا في فيروس كورونا، يعني من الضروري غسل الأظافر والجلد وبين أصابعك، فهي يمكن طبعا هذه الأماكن ممكن تكون فيها أنواع من البكتيريا والديدان والفيروسات والطفيليات العامة المجهرية. يعني وغسل اليدين بشكل دائم، واستخدام المطهرات مثلا، واستخدام مطهرات خاصة ومعقمات يساعد على قتل أنواع الطفيليات وليس فقط فيروس كورونا. وأنا أنصح في غسل اليدين قبل الاستحمام، وأيضا غسل اليدين قبل مسح أنفك أو لمس عيونك مثلا، أو لمس أطراف الشفتين، أو لمس أي منطقة في الوجه، حيث أن الفيروس ممكن يتسرب من اليد وينتقل إلى منطقة حساسة مثل العين أو الأنف أو الفم، ويدخل داخل الجسم ويتكاثر داخل الجسم. وأنا أنصح أيضا باستعمال الكحول التي تحتوي على نسبة حوالي من 50% إلى 60% من الكحول، وهذه نسبة قد تقتل أنواع كبيرة جدا من الفيروسات والبكتيريا. وأيضا غسل اليدين بعد ملامسة الحيوانات أو السعال أو قبل الأكل حوالي تقريبا 40 ثانية إلى 20 ثانية. هذه الثواني قد تساعدك على الوقاية من مرض كورونا. وتشير الدراسات إلى أن ارتداء يعني قناع الكمام يساعد على حمايتك من الأوبئة الميكروبية والطفيلية والفيروسية أو أمراض الجهاز التنفسي. يعني بشكل عام الإنفلونزا العامة والأمراض المعدية قد يوفر بعض الحماية، لكن في ظروف معينة فقط، وخاصة ولكن في بعض الفيروسات قد تنتشر لمدة 3 ساعات في الجو المحيط مثل فيروس كورونا. قد يكون فيروس كورونا متواجد في البيئة في مستوى البيئة القازية في الغرف لمدة 3 ساعات تقريبا. وأنا أنصح بالعزل المؤقت لمدة 14 يوم إلى 16 يوم، لأنها تساعد جدا في الوقاية المثبتة علميا من فيروس كورونا. أيضا أنصح تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى إذا كان من الواضح أن هناك شخصا مصابا بالعدوى. طبعا دي ممكن تلاحظها إذا كان الشخص اللي قدامك عنده ارتفاع في درجات الحرارة مثلا، أو التهاب في الصدر، عنده كحة، سعال بدون بلقم، عنده أعراض معينة خاصة بكورونا.
طبعا أنصح أن كل شخص يساعد نفسه على البقاء بصحة جيدة عن طريق تجنب الاتصال الوثيق الذي يمكن أن ينشر أي نوع من أنواع الميكروبات أو الفيروسات أو الطفيليات. طبعا في كثير ناس في بعض المناسبات تحاول تعانق أو تقبل أو تصافح حاليا في أزمة كورونا بالتحديد، ممكن تسبب أزمة كبيرة جدا وتنشر مو بس كورونا، مجموعة فيروسات ومجموعة ميكروبات ومجموعة طفيليات تقدر تسبب أمراض كثيرة جدا. طبعا تقول منظمة الصحة العالمية أن غسيل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ الأهمية في مكافحة أنواع الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، البكتيريا، الطفيليات، الديدان، بيض اليرقات الموجود في اليد مثل الجرب وغيره من الحشرات. ممكن الغسيل يكون فعال جدا ضد هذه الكائنات الحية إذا لامست جسم الفرد. طبعا حتى الآن لم يعرف بعد على وجه الدقة كيف ينتشر فيروس كورونا من شخص لآخر، بس غالبا تكون بنفس الأسلوب أو الطريقة التي تنتشر فيها الفيروسات العادية، عن طريق مثلا دخول الفيروس في العين أو استنشاق المريض للفيروس المتطاير في الهواء، كونه فيروس كورونا يعيش في الهواء تقريبا لمدة 3 ساعات. أيضا عبر انتشار الرذاذ مثل عن طريق العطاس أو نوع من أنواع انتقال العدوى عن طريق اللمس أو ما شابه. ممكن تكون هذه أساليب في انتقال العدوى، وأيضا ممكن في لمس بعض الحاجيات الملوثة بفيروس كورونا مثل الأسطح البلاستيكية أو الأسطح المعدنية، ممكن تعيش فوقها الفيروسات ومنها فيروس كورونا. وغالبا يعني يعيش الفيروس عدة أيام فوق هذه الأسطح قبل أن يموت يعني. وغسيل اليدين جيدا ممكن يقتل عدة فيروسات ليس فقط فيروس كورونا، وأهم شيء يكون يعني يكون في مادة لزجة أو مادة مطهرة أو مادة كحولية في هذه المواد اللي ممكن تخالط فيها الجلد مثلا اليدين أو الوجه أو مناطق معينة في الجسم. أيضا تغطية الفم والأنف عند يعني العطاس أو السعال وغسل اليدين لمنع انتشار الفيروس مثل ما تكلمنا. أيضا تجنب لمس العينين والأنف والفم في حال ملامسة اليد لسطح يرجع لوجود فيروس أو مواد كيميائية أو أي مواد بيولوجية معينة مثل البكتيريا وغيرها من الكائنات الحية. ممكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة عن طريق يعني ملامسة الأسطح مثل ما تكلمنا في السابق، مثل الأسطح البلاستيكية، الأسطح المعدنية، الملابس والجلد والمواد السائلة ممكن يكون فيها الفيروس. يعني مثل البراز قد يعيش فيروس كورونا لمدة 5 أيام، يعني وقت غير بسيط ممكن ينتشر فيه لعدة يعني في دورة المياه مثلا.
أي إنسان يستعمل هذا المرحاض أو يخالط الفيروس ممكن ينتقل له بسرعة هائلة جدا. طبعا ننصح بعدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى أو أي نوع من أنواع الأمراض المشتبهة، فإنها ممكن تكون أعراض فيروس كورونا أو يعني الإنفلونزا بشكل عام. أهم شيء إنك ما تخالطهم، ويمكن يعني المريض ينشر جسيميات صغيرة جدا تحتوي على الفيروس في الهواء. وطبعا حاول إنك تبتعد عن المصابين لمسافة يعني معينة بسيطة، مثل متر أو مترين أو 5 أمتار. أهم شيء يعني ما تحاول تخالطه بشكل مباشر، لأن ممكن ينتقل لك الفيروس أو الميكروبات أو حتى البكتيريا. طبعا أنا أنصح بتغطية الفم عند السعال أو العطاس أو عندما تسعل وتعطس. قد تترك قطرات صغيرة مليئة بالآلاف من الفيروسات أو البكتيريا أو الكائنات الحية المجهرية في نفس المنطقة، وممكن هذه القطرات تلمس جسم مصاب أو جسم شخص يعني غير مصاب وتنتقل له يعني البكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات الحية. وهذه المخلوقات يعني ممكن تكون في الأسطح وتعيش فترة كبيرة، يعني لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ممكن تعيش 14 يوم أسبوعين، ممكن تعيش أيضا في الهواء لفترات طويلة جدا. يعني لو شخص عند الفيروس في الرئة ممكن يعني ينشر الفيروس عن طريق التنفس، العملية التنفسية المعروفة الشهيق والزفير ممكن تنقل الفيروس عن بعد 5 أمتار، وهذا مثبت علميا، وتم إثبات هذه المعلومة عن طريق بحث تم إعداده قبل فترة. طبعا اطلعت على هذا البحث. وحاول أن يعني تسعل أو تعطس مثلا في كوعك، أو إذا ممكن عن طريق مثلا منديل أو شيء يغطي المنطقة أو يمنع خروج هذه القطرات من الأنف أو الفم في المنطقة اللي أنت تعيش فيها، يعني لأن ممكن أي شخص بريء ممكن تنتقل له هذه العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو أي نوع من أنواع الطفيليات، ممكن تسبب في وفاته لو كانت مناعته قليلة جدا، لأن في بعض الناس عندهم مناعة قليلة جدا بسبب تعرضهم لعدة أمراض مثل أمراض الكبد الوبائي أو الأمراض الفيروسية الأخرى أو نقص المناعة أو عدة أمراض مثل السكر والضغط والقلب أو الالتهابات الجلدية، ممكن تسبب نقص في المناعة وتآكل في الجهاز المناعي. لهذا أغلب هذه الفيروسات ممكن تسبب في الوفاة بسبب قلة المناعة. أنا أيضا أنصح في تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح واستخدام المواد التبييض أو المطهرة لمسح أسطح المطبخ مثلا أو دورة المياه أو الهاتف، وأيضا مقابض البيبان أو البيبان الخارجية أو ألعاب الأطفال ممكن تكون معرضة لعدة فيروسات أو بكتيريا أو عدة كائنات حية مجهرية.
طبعا راح نتكلم إن شاء الله عن الجهاز المناعي وكيفية تعزيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات والبكتيريا. كما نعلم أن الفيروسات لا يمكن قتلها عن طريق المضادات الحيوية، أما البكتيريا نستطيع أن نقتلها بالمضادات الحيوية. لهذا الفيروسات يتم مقاومتها عن طريق الجهاز المناعي لفترات معينة والمحافظة على صحة الجسم، تقوي الجهاز المناعي. وتعزيز الجهاز المناعي أفضل دفاع لديك ضد أي إصابة ضد الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو غيرها من الكائنات الحية المجهرية، لأنها منتشرة في كل مكان ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إلا تحت المجهر الإلكتروني. طبعا التمرين الصباحي ممكن يعزز الجهاز المناعي. أنا أنصح بالتمرين لمدة 20 دقيقة فقط من هرولة أو المشي السريع أو المشي البطيء أو حركة اليدين أو تمارين سويدية معينة خاصة، ممكن تعزز الجهاز المناعي مع نظام صحي للطعام. طبعا تأكد من حصول الجهاز المناعي على دفعة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الحركية، لأن كل ما حركت الدورة الدموية أكثر زادت أنشطة الجسم وتنظمت أنشطة الجسم بنسبة أكثر، لأن الدورة الدموية وحركتها وسرعتها بالشكل المعقول ممكن تساعد في عملية زيادة المناعة. أنا أيضا أنصح في تناول الطعام الجيد، والأطعمة التي تتناولها أو التي تشربها هي أحد أهم العوامل الأساسية لزيادة المناعة الجسمية ضد الفيروسات والبكتيريا والكائنات المتطفلة التي ذكرتها مسبقا. طبعا أنا أنصح أيضا أن يكون الجسم رطب عن طريق شرب الكثير من الماء و العمل في شرب كمية كبيرة، حوالي 2 لتر مثلا أو لتر ونص من الماء، ممكن يساعد على زيادة المناعة، لأنها تعتبر الخلايا الرطبة أفضل في مكافحة العدوى وطرد السموم والجراثيم ويعني الملوثات من الجسم، لأن هذه البيئة الرطبة تساعد في مكافحة هذه الجراثيم بشكل عام عن طريق شرب الماء. طبعا أنا أنصح أيضا بالتنوع في أكل الثمار أو الفواكه والخضار بشكل يومي لزيادة قوة الجهاز المناعي. طبعا تحتوي الفواكه والخضروات على مواد مغذية مثل مضادات الأكسدة والألياف والزيوت ويعني مثلا الأحماض. طبعا الأحماض التي تحافظ على صحتك ونظامك العضوي وعلى مستوى الخلايا طبعا وعلى مستوى الجهاز المناعي أيضا. وأيضا تناول أصناف مفيدة من الفواكه تضمن أكبر عدد ممكن من الألوان المختلفة من أنواع الفواكه مثلا، تزيد من استفادتك من مجموعة عديدة من المواد العضوية والكيميائية التي تساعد على تنشيط الجهاز المناعي، لأنها يوجد داخلها مركبات عضوية وحيوية وخلايا معينة خاصة وأحماض تساعد على تنشيط الأجهزة
تساعد على تحفيز الجهاز المناعي وتزيد من نسبة قوة الجهاز المناعي ضد أي دخيل مثل الفيروسات وغيرها من الميكروبات. إن شاء الله راح نتكلم عن المواد التي تساعد في رفع المناعة، وراح نتكلم عن الأعشاب التي تزيد من نسبة المناعة وتحفز الجهاز المناعي بشكل عام، وممكن تساعد في حماية الإنسان المصاب فيروس كورونا وغيره من الفيروسات وغيره أيضا من الأمراض المعدية مثل البكتيريا وغيرها. راح نتكلم عن عدة أنواع من الأعشاب، أتمنى الكل يسجلها يعني لأنها صراحة مفيدة جدا في زيادة الجهاز المناعي من ناحية القوة والمقاومة. طبعا أول عشبة هي كالتالي: الجينسينج، يعتقد طبعا الجينسينج نبات له تأثير في تحفيز الجهاز المناعي، لكن يعني لا يزال يعني البحث قائما لاكتشاف آلية التحفيز لهذا النبات، طبعا غير مكتشفة آلية التحفيز، لكن عندما يأكلها الشخص يشعر بأن الأمراض المعدية مثل الالتهابات قد تنخفض المستوى يعني مبشر بالخير. أيضا راح نتكلم عن الثوم، طبعا الثوم يحتوي على مواد مضادة للميكروبات مما يعمل على تعزيز جهاز المناعة بفعالية كبيرة جدا، ويقاوم الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والديدان وغيرها من الطفيليات، حيث يعني يحتوي الثوم الواحد مثل مادة الكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من يعني المركبات الكبريتية القوية التي يعني تملك خصائص مضادة للبكتيريا، وتملك خصائص أيضا مضادة للعدوى نفسها. أيضا الكركم، يحتوي الكركم على عنصر نشط يسمى الكروموكين، وهو المسؤول عن طبعا لونه البرتقالي أو لون الأصفر مثل ما تلاحظون، وساعد الكروموكين على تعزيز جهاز المناعة في الجسم ويكافح العدوى ويحسن الصحة العامة لخلايا الجسم بشكل عام، بالذات الخلايا الجلدية. وأيضا توجد أطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي مثل القنفذية، طبعا هذا نوع من أنواع النباتات النادر جدا، ويعتقد أن القنفذية تمتلك خصائص تقلل خطر إصابة الجسم بالعدوى والأمراض. وطبعا كلنا نعرف أن البحوث على مستوى الأدوية قليلة جدا، ولكن ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتأكيد أن القنفذية ممكن تساعد على رفع الجهاز المناعي عن طريق بحوث الماجستير والدكتوراه في المستوى المتقدم طبعا. وإن شاء الله راح نعرض بعض الأطعمة الأخرى. طبعا راح نتكلم عن الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة. يعتبر جهاز المناعة خط الدفاع الأول عن الجسم ضد فيروس كورونا، وتحتوي بعض الأغذية على مواد وعناصر تعزز جهاز المناعة ضد هذا الفيروس. طبعا هذه الأغذية تصبح أكثر قوة في مواجهة الأمراض وبشكل عام مثل التوت. طبعا يحتوي التوت على مضادات الأكسدة
التي تساهم في تقوية جهاز المناعة. وكلنا نعرف أن التوت من أقوى يعني من أقوى الأغذية التي تقوي الجهاز المناعي، وأيضا الشوكولاتة الداكنة تحتوي الشوكولاتة الداكنة على بعض مضادات الأكسدة القوية المركزة، وبسبب هذا التركيز تساهم في تعزيز جهاز المناعة. تعد الشوكولاتة الداكنة عالية ومركزة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، لذلك يجب على الشخص السمين بالذات المصاب أن يتناولها بنظام معتدل، لا يكثر من الشوكولاتة الداكنة حتى لو كانت ترفع الجهاز ترفع من قوة الجهاز المناعي، لكن يعني بسبب عدم خلق يعني أمراض أخرى مثل أمراض السمنة أو غيرها من الأمراض، نحتاج أن ناكل الأغذية بنسب معتدلة كي نطور الجهاز المناعي. وأيضا أنصح بتناول الأسماك الدهنية التي تحتوي على نسبة من الأحماض الدهنية الأوميغا 3 مثلا، والتي تعزز الجهاز المناعي وتقي من الإصابة بأي نوع من أنواع الالتهابات المفاصل مثلا. وتشمل الأسماك الدهنية مثل يعني سمك السليمون أو سمك التونة أو غيرها من الأسماك الدهنية. وهذه طبعا الأسماك ترفع من قوة الجهاز المناعي وتقي الجسم من الأمراض المعدية مثل أمراض كورونا وغيرها من الأمراض. وأيضا أنصح بتناول البروكلي، حيث أن يعني البروكلي يحتوي على فيتامين جا المعروف بخصائص يعني القوية ضد المضادات الأكسدة. طبعا مهمة جدا مضادات الأكسدة في حمايتك من الأمراض. وطبعا مثل ما تلاحظون أغلب الأشياء اللي الأطعمة التي يعني عرضت عليكم فيها مضادات أكسدة بنسبة كبيرة جدا. وأيضا البطاطا الحلوة التي لونها بني بشكل مائل وتكون طويلة أطول من البطاطا العادية الصفراء، طبعا تحتوي على البطاطا الحلوة على عدة مواد مهمة جدا مثل عنصر البيتا الكاروتين وهو مضاد للأكسدة. أيضا ممكن ترفع من قوة جهازك المناعي بسبب تناول يعني نص مثلا بطاطا حلوة أو ربع، ممكن تعزز الجهاز المناعي عن طريق مضادات الأكسدة المركزة في الأنسجة العلوية للبطاطا الحلوة. وأيضا من أهم النباتات التي تعزز الجهاز المناعي مثل السبانخ. طبعا السبانخ يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والتي طبعا تعزز يعني عملية جهاز المناعة في من ناحية الوظيفية، كونه يوجد يعني فيه فيتامين ح وفيتامين ج، وهذه الفيتامينات تساعد في يعني عمل الجهاز المناعي من الناحية الوظيفية بشكل سليم. أيضا أنا أنصح بتناول الزنجبيل، حيث يعني يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، أيضا ممكن يساعد على القضاء على التهابات الفيروس كورونا المصابة في الرئة، لأن ممكن أغلب الحالات تكون مصابة بالتهابات رئوية حادة جدا.
مثل يعني ممكن يعالج هذه الالتهابات أو يخففها نوعا ما، ألين يعني يقوي الجهاز المناعي والجسم يتدارك الموضوع ويحاول يعني يسوي نوع من أنواع الحصر أو القضاء على الفيروس. أيضا توجد أنواع من الثوم تستخدم في حالات الوقاية من نزلات البرد وبعض الأمراض الأخرى، ممكن تكون أيضا أمراض فيروسية، أمراض بكتيرية، أمراض جلدية. يعني هناك الحاجة إلى المزيد من الدراسات لمعرفة كيفية تأثير يعني الثوم على الجهاز المناعي، لكن يعني من أقوى الأقذية التي تساعد الجهاز المناعي على مقاومة أنواع الميكروبات ومنها الفيروسات. أيضا بذور دوار الشمس، يعني تعد بذور دوار الشمس مصدر غني بفيتامين ه، وطبعا كلنا نعرف أن فيتامين ه مضاد للأكسدة، يعمل على زيادة قوة جهاز المناعة. وأنا أنصح يعني بتناول بذور دوار الشمس بشكل معتدل. أيضا اللوز، قد يحتوي اللوز على فيتامين ح الذي يعزز عمل الجهاز المناعي، ومثل ما تكلمنا بسبب أنه يكون في نسبة من مضادات الأكسدة القوية جدا في الجسم، وهذه تحفز الجهاز المناعي وتقويه ضد الميكروبات والطفيليات. أيضا أنا أنصح بتناول البرتقال والكيوي، حيث أنه يحتوي البرتقال والكيوي على فيتامين ج، والذي يعزز المناعة ويقلل من أثار نزلات البرد الناتجة من الفيروسات بالتحديد، أو البكتيريا أو التهابات الحلق مثلا. والكيوي والبرتقال كلنا نعرف أن هذه الفواكه تعزز الجهاز المناعي بنسبة كبيرة جدا، وأنا أنصحكم صراحة فيها. يعني أيضا الفلفل الحلو يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين جا، وله دور كبير جدا في تعزيز الجهاز المناعي. وأيضا الشاي الأخضر، كلنا نعرف أن الشاي الأخضر مفيد جدا، لكنه يعني يحتوي الشاي الأخضر على مواد تسمى الفلافونيد، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة، لأنه مفيد جدا. وأيضا أنصحكم بالقهوة لأنها أيضا مفيدة، فيها مضادات أكسدة أيضا.